جبل ارتبط اسمه بزلزال 1992، وجزء كبير منه مكون من صخور البازلت واللي استخدمها الفراعنة في نحت تماثيلهم، وبيحتوي على أقدم طريق ممهد في العالم عمره 4000 سنة استخدموا الفراعنة في نقل أحجار البازلت. احنا النهارده في محمية قارون، من اشهر المحميات في الفيوم ومن اشهر المحميات في مصر كلها. دلوقتي احنا على جبل قطراني، هو جبل موجود على بعد 15 كيلو متر من بحيرة قارون، وهو من اهم مزارات اليوم الواحد. يعني انت لو جاي الفيوم وناوي تقضي يوم واحد مستحيل تمشي من غير ما تعدي على جبل قطراني. الجبل اللي انتوا شايفينه ده والصحراء المحيطة بيه، كل خطوة بتمشيها عليه بتحطك في زمن مختلف، ولو رجعنا بالزمن 35 مليون سنة هنلاقيه تحول لأنهار وبحار وغابات كثيفة، واللي النهاردة نقدر نشوف 1126 شجرة متحجرة هم اللي تبقوا من الغابة الكثيفة، وكمان ممكن يوصل طول بعض الأشجار ل 44 متر. بيتكون جبل قطراني بشكل أساسي من صخور البازلت، فهو بمثابة بركان خامد، وبيقال إنه هو كان السبب الرئيسي في زلزال 1992 اللي ضرب مصر، وكان بسببه حصل مصايب كتيرة وكوارث في البلد. الغابة عاش فيها حيوانات متنوعة زي اللي موجودة في الغابات الاستوائية دلوقتي، ومن الحفريات المكتشفة في الجبل حفرية إيجيبتوبيتكس أو حفرية أقدم قرد في العالم، وحيوان الأرسينوثيريوم أو حيوان الفيوم الضخم زي ما اتعرف عالميا بالاسم ده، وده حيوان شبه الخرتيت لكن عنده 4 قرون، وده بالإضافة طبعا لحفريات لحيتان وديناصورات وأسلاف الفيل. جبل قطراني غني بالمعادن وفيه أهم معدن لتوليد الطاقة النووية، التقديرات بتقول إن الجبل فيه من 10 ل 20 ألف طن يورانيوم. جامعة الرياض في السعودية فيها وثيقة قديمة بتوصف معدن الياقوت وبتؤكد إنه موجود في جبل قطراني، والجبل فيه أحجار كريمة تانية زي الزبرجد والزمرد، لكن معدن القطران أو البازلت الأسود هو المعدن المتوفر بشكل أكبر في الجبل، وعلشان كده الجبل اتسمى جبل قطراني. تم إدراجه في منظمة اليونسكو للتراث العالمي، وهو يعتبر تاني مكان في مصر يتم إدراجه تبع التراث العالمي بعد محمية وادي حيتان في الفيوم برضو.